تقريبا انا فاشل في كله. انا منير والنهارده هعمل لكم كبده اسكندراني، وبما اني اسكندراني فعملها لكم جامده قوي. يلا نجربها مع بعض. اول حاجه هنقطع الفلفل. الشطة بقى مش عارف اقطعها ازاي، عادي كده تقطع حتت صغيرة. عامة الريسيبي بتقول ان هي لازم تبقى حرقة شوية، فممكن ادوقها كده حرقة فشخ. عامة كانت خطوة غلط جدا ان انا اكلتها، اعتقد جاية كفاية. المفروض اعمل كام ساندوتش؟ ثلاثة دي كده جاهزين. هنحط الكبدة على النار بقى. أول مرة أعمل كبدة، حاسس إن بقول أول مرة دي كتير جدا. أنا بجرب أطبخ لأول مرة في كل حاجة معاكم. سخن الطاسة شوية وحط زيت. عامة هي ريسيبي سهلة جدا، وانت مجرد بتحط الكبدة على النار وبعد كده بنحط عليها البهارات بتاعتها وخلاص. هنستخدم بهارات الكبدة بتاعت باب الشام. احلى حاجة في الساشيه ده ان هو فيه كل حاجة، مش محتاج بقى ان انا احط ليمون واحط فلفل ايا كان ايه البهارات، يعني هو كلها متجمعة فيه. بعد كده بقى نحط الفلفل الاخضر. حاسس ان بقيت شاف خلاص، اغير الفيل. حته جامده عامه، حته جامده قوي، شكلها عامه طعمها يطلع حلو، حاسس ان يجي مني. عامه الطبيخ اكستريملي بره الكومفورت زون بتاعتي، بس انا مبسوط كده خلاص. عامه هو طلع سهل قوي، لو جربت ان انا اكل كبده تاني لو طلع طعمه حلو. انا قلت طلع عشان دي اسكندراني. ايوه. لو طلع او طلع يعني طعمه حلو هبعمله في البيت عادي. اخر حاجه بقى الطحينه، هنحط ميه. لا حط شوية خل، شوية كمون، شوية توم. الحمد لله ان هم جابوه مفروم المرة دي. تعالي اقشره الاول. ممكن نحط عليها بقى شوية مية عشان نخليها تبقى اخف شوية. ما عملتش اللي هي النازلة السينمائية بس تمشي عادي. اخيرا بقى هنعمل الساندوتش. انا مش اجمد حد في ان انا اعمل ساندوتشز، تقريبا انا فاشل في كله. يا نهار ابيض، ده ممكن بقى نحط عليه طحينه الاول. ربنا يستر بقى. ممكن نحط هنا عشان لو حد عايز ايه اكسترا ديب. كده احنا جاهزين ندوق بقى. طعمه لذيذ عامة، ما خدش مني وقت خالص. عامة بفكر اجربه في البيت بدل الفراخ اللي انا معلق عليها دي. هعمل ايه؟ ده اميزنج والله، فخور جدا بنفسي. محدش عايز ياكلها بجد بقى. ده ساندوتش يعني مش سلطه ولا اي حاجه، مش حد عايز يشجعني. خش يا معلم. لا انا خبره في تقطيع العيش. انت شفت هو شكله مش عاطفي بس طعمه حلو. حلو ايه رايك؟ جامد صح؟ انا بقول لك انا خلاص انا هغير مجالي. جربوها بقى وقولوا لي رايكم، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو واكتبوا لي في الكومنتس عايزين اعمل ايه المره الجايه.